الرائحة. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلى الله عليه وسلم. يمكن سبق ان احنا في وزملائنا الكرام اتكلمنا في الحلقات السابقة عن محظورات الإحرام، وذكرنا ان من هذه المحظورات التطيب. محظورات الإحرام يعني أشياء بعد ما الإنسان بيدخل في الإحرام ويصير محرما يحرم عليه أن يفعلها، 10 أشياء منها التطيب. أيوة، التطيب يعني إيه؟ يعني أنه يضع على بدنه أو ثوبه أو فراشه اللي هينام عليه وهيحصل أنه هو يباشره ببدنه مباشرة، مفيش بينه وبينه حائل، أو طعامه. بمعنى طيب يعني أنا أجيب دلوقتي إزازة العطر وأحط على جسمي وأنا محرم، ده من محظورات الإحرام. أجيب إزازة العطر وأحط على ثيابي وأنا محرم، ده من محظورات الإحرام. أجيب، في بعض الناس عندها عادة لطيفة كده، تقوم جايبة مثلا إيه إزازة بيرفيوم حلوة كده وتقوم رشة على المخدة وعلى السرير علشان لما تنام تشم ريحة حلوة. فهو دلوقتي أما هيحط الطيب ده ويجي ينام فوقيه وما فيش بينه وبينه حائل، هيقوم جسمه يتطيب طبعا. او حتى الطعام، بمعنى ان دي النقطه اللي بس. أيوة. يعني ايه الطعام هنا؟ في بعض الاشياء بتضاف للاطعمه، وده يعرفه النساء، من مما يتطيب به زي الزعفران. يعني في بعض الاطعمه يضاف ليها الزعفران. الزعفران ده من الاشياء اللي بيمكن ان تستعمل في التطيب والتعطر، فبنتجنب هذه الاشياء في هذه الامور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذي يلبسه المحرم فقال يعني لا يلبس من الثياب ما مسه ورس ولا زعفران، اللي هي أشياء يتطيب بها الإنسان. طيب لو حصل أن فيه مخالفة حصلت والإنسان تطيب في بدنه أو ثوبه إلى آخر، وقع في محظور من هذه المحظور، وقع في محظور التطيب، ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول الحكم إذا كان عالماً ذاكرا، يعني عالم بالتحريم وفاكر انه محرم. ممكن واحد يقوم من النوم مثلا وهو محرم ويكون في حاله من الذهول، او يكون يعني لم يقصد فمد يده الى الطيب، نسي يعني، نسي بيحصل. بيسموه في علم النفس السابق الادراكي. نعم، اللي هو عنده مسجل، الادراكي عنده مسجل انه يصحى الصبح يروح على دوره المياه او الحمام ويغسل وشه بالصابون مثلا. فالتطيب في هذه الحالة للعالم الذاكر يبقى عليه فدية. الفدية دي قدرها قد إيه؟ الفدية دي الإنسان فيها مخير ما بين 3 أمور. مخير يعني إيه؟ يعني مفيش ترتيب في الأولوية، يعني اللي مناسب له فيها يعملها. إما أنه يذبح شاه، وإذا كان المخالفة دي حصلت في الحرم تبقى الشاه لفقراء الحرم، تذبح في الحرم وتفرق على فقراء الحرم، أو أنه يخرج يعني طعام لستة ستة من المساكين، من مساكين الحرم، كل واحد منهم ياخد نص صاع أو قيمتها. الصاع ده 4 أمداد، يبقى نص مدين، والمد 510 جرام، يبقى المدين 1.10 كيلو، يبقى كل مسكين ياخد 1.10 كيلو من الستة. أو يصوم 3 أيام، يبقى هو مخير بين واحده من الثلاثه بحسب بقى اللي يناسبه. ترتيب ولا باختياره؟ التخير. تخير. اللي يناسبه الصيام يصوم، اللي يناسبه الاخراج يخرج، اللي عايز يذبح يذبح، ما فيش اولويه. ننتقل بقى بعد هذه المقدمه اللي حبينا نفكر فيها نفسنا والساده المشاهدين بالمحظور من محظورات الاحرام اللي هو التطيب، ننتقل منها لسؤال حضرتك اللي تفضلته وخليته يتصدر الحلقة. ما حكم استعمال الصابون؟ الصابون في الحقيقة على نوعين، في صابون لا رائحة له وفي صابون له رائحة. اللي ملوش رائحة ده باتفاق لا حرج في استعماله، لأن محدش قال إن المحرم لابد أن يكون يعني متسخا في ثوبه وبدنه ونفسه، أبدا مفيش كده. إنما المحرم إنه يتطيب، يعني في شيء زائد التنظف. كانت العرب تقول أطيب الطيب الماء، لما الإنسان يستعمل المية تروح الروائح الكريمة. صحيح. الكريهة. صحيح. ويروح كمان الاتساخ من بدنه ويفوق كده وكذا. طيب هو هيستعمل صابون، صابون ملوش ريحة مفيش إشكال باتفاق العلماء. الصابون اللي له رائحة في الحقيقة التي تفتي به دار الإفتاء المصرية أنه لا شيء في استعماله، الصابون الذي له رائحة. وإن كان الأولى
تجنبه خروجا من خلاف من اعتبره من مما يتطيب به. ايوه. طب ليه ما يعني ما فيش مانع من استعماله؟ قال لك اصل الطيب ده لابد انه يعلق بالبدن، يعني لما تحطه يبقى موجود الجسم بتاعه والجرم بتاعه على البدن، وتكون انت كمان قاصد التطيب. الصابون انت قصدك التنظف والرائحه الطيبه فيه دي تبعيه فمغتفره. فدي وجهه نظر اللي قالوا ان الصابون المعطر ما فيهوش شيء. لكن بنأكد بنقول وان كان لا شيء فيه الا ان اجتنابه اولى. لكن المناديل المعطره ده امر اخر، ده المناديل المعطره دي فيها عطر، وعطر خروجه كمان يعني صعب واضح وبيلتصق بالبدن والثياب لانه معمول لاجل ان انت لما تكون في الطياره مثلا، فبعد ما تاكل بيصعب انك تدخل الحمام تغسل ايديك كذا، فالمناديل دي بيبقى فيها يمكن العطر في شيء من التركيز بزياده شويه. فلا، استعمال المناديل المعطره من التطيب، مش المناديل المبلله، لان مش كل مبلل معطر. ايوه. انما في مناديل معطره فيها رائحه عطريه، اللافندر مش عارف ايه، حاجات معلومه عند الناس، فيحطها الانسان على ايده عشان يزيل الاتساخ، يزيل اثار الطعام، وتترك عطر على ايديه، دي من محظورات الاحرام، ويعتبر صاحبها يعني قد خالف محظورا من محظورات الاحرام.